اثنين تجد ان ما مضى لن يعود. المال ممكن يتعوض، كل شيء ممكن له تعويض، لكن العمر خلاص الثانيه بتخلص انتهت. حتى قبل الفيتش قال ليت الشباب يعود يوما، ليت للتمني مستحيل. هو ما مضى لن يعود كانت حاجه ايه؟ هو وعاء العمل. العمل اللي احنا مكلفين به، كل انسان سيسال كم سؤال يوم القيامه؟ اربعه. لا تزول قدم عبد حتى تسعى الاربع، لان اخر معلوماتي في الامتحان اربع اسئله هتسال على اربع. كل سؤال الف بس، سؤال العمر الف وب. حد فاكر الحديث؟ ايوه. اللي هو ايه بقى؟ لا تزول قدم عبد عمر فينا افناني شبابي فينا. رغم ان الشباب جزء من العمر، لكن جزء خاص شويه، انتاجيته اعلى وخطورته بتاثر بقيه العمر كله. فعمر الشباب بعدين ماله فيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. وفي روايه ثانيه بتقول خمسه، انه ماله من اين اكتسبه فيما انفقه. المال برضه في كلام ايه؟ اخذه من حله وصرفه في محله. ففي سؤال دقيق حتى يتحرك ايه الموسى عن الاسئله. فالوقت هو العنصر الحاسم في هذه الامور. واحنا فين؟ في وقت الشباب. الحمد لله بنجيب كده وقت الشباب، كان ساعه مثلا كل حاجه. قد يكون هذا الكلام ايه؟ مفيد لما بعد ذلك في اختيارنا اذا نجحنا في اداره هذه الساعه ان شاء الله. نتكلم عن استثمار الوقت. استثمار الوقت. طب اسال سؤال، انتوا عايزين نتكلم عن نتيجه في مشكله في الدراسه مش عارف مش باين يعني حاجه عدو زنقه امتحانات مثلا دلوقتي، او في ضغط عمل، او في مشروع عايزين نسلموه، عايزين نتكلم ازاي ندير وقتنا في هذه اللحظه الحاليه، ولا احنا عايزين نتكلم عن الوقت كمشروع حياه، مشروع العمر كله، نحسب اداره وقتنا. طبعا واحد ايه دايما العمر فاطمنا الى خطوره الوقت، ان هو اختيارنا، ان هو ده المولد الاساسي ما بيتغيرش، مولد محدود. لكن ميه مثلا في الارض الحرب القديمه حرب ايه؟ مياه. تيجي قله الايه؟ الموارد وسد النهر والكلام ده كله مثلا على ايه؟ على الموارد محدوده، فالناس البشر صاروا عليها. طيب الميه ولا العمر؟ هو كل واحد في اجل محدود، يستمر الكون تستمر الحياه وهو عمره ينتهي. فمحدوديه المولد من اكثر خصائص الوقت، اكثر خصائص الوقت. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقبلون. حتى جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تشوف الرب عامل كلمه بس انها كلمه هو قائلها، ده كلامه هو، كلام واحد خطف كلمه هو قائلها من غير برزخ الى غير برزخ. خلص خلاص، ملهاش عادي. في هاشتاج كده ملهاش عادي، حياتك دي ملهاش عادي. فانت كل وقت فيها يعني بيعدي وقت بيفرض حاجه تخوف، يعني الحاجه تخلي الواحد فعلا يندمج. اغلى مورد عندك كل وقت هو اللي انت ايه؟ ما تعرفش تعوضه تاني، ما تستسهلش فيه. قعدت مرة أحسب الباقي في العمر قد إيه؟ نفسي أقول عمره مثلا بين 60 وال 70، يعني أنا في 57 دلوقتي. الواحد يعني إذا كان يعني هيكمل، يعني إذا كان هيكمل هيبقى أقول مثلا 70 72 عشان تقلب اسم مثلا، أنا حسبتها 72 سنة مثلا، وقليل منهم من يجاوز ذلك كان في الحديث. 15 سنة إذا كان، يعني كم خطب جمعة؟ كم شهر؟ محدودة ومحسوسة بتعدي منها بسرعة. فمسألة استشعارك لكل الوقت، وإن هو حسن إدارتنا الوقت مش تحت ضغط امتحان حاصل، أو تحت ضغط عمل مشروع عايز تسلم، لا ده مشروع إيه؟ الحياة. وأنت نجاحك في إدارة وقتك هو الذي يعني يؤثر على نجاحك. طب استثمار الوقت مهارة مكتسبة ولا حاجة الواحد بيتولد بيها؟ مكتسبة. مش واحد مثلا مولود كده متمحور كده ودمه محامي، واحد تاني دمه بارد. ما حدش ممكن حد يقول كده اهو. في واحد طبيعي كده بارد مش فارقه معاه. واحد تاني واعي نفسه مولود كده. ممكن يكون في جزء منها وراثه. واحد لكن جزء منها بالتوعيه والتدين والفهم والنظر في ملكوت السماوات والارض واحوال الناس. ان الواحد يكتسب مهاره ايه؟ حسن اداره المال. ما هياش حاجه وراثيه وخلاص. ممكن اتطور، ممكن ايه؟
ابتسم بذات انسان من اكثر الكائنات اللي هي ايه؟ قابله للتغير وقابله للابتسام، وهو خليفه الله في الارض، هو المكلف. فبالتالي لو ما كانش قادر ابتسام الاخلاق ما كانش مكلف. بانك مكلف فمعنى كده ان الله سبحانه وتعالى يعلم انك قادر على ايه؟ على تغيير نفسك واكتساب الصفات. فتكتسب الصفات ازاي؟ بالتعلم. التعلم وايه كمان؟ بعد ما اتعلم كده اكتسبت الصفه؟ لا، لازم يبقى خدنا دوره في اداره الوقت. هل كده بقينا عندنا؟ لازم تنتقل من التعلم الى ايه؟ الى تطبيق التجربه والخطا. تنجح وتخطئ. لو مرة هتعرف تدير حياتك او تاخد قرارات، اي دورة تاخدها سواء دورة الوقت او التخطيط او التفاوض، مش هتنجح لان ممكن خدت دورة فقط. لازم تنتقل الدورة دي من ايه؟ من مجرد التعلم الى التنفيذ. فالتنفيذ هتخوض بيك تجارب كثيرة، هذه التجارب هتثمر ايه؟ خبرات وتثمر تغير في حياتك. فبتفق الدورات بتعمل بس شرارة الايه؟ البداية. إذا كنت سعيد فيها وإذا كنت مركز فيها ومنتفع فيها تبدا تنفذ. زي اللغه، بناخد كورسات لغه، حد بدا يدرس تركي؟ صحيح. لكن ما ضبطتش في الشارع وخبطت مع الناس واستيرهم وتبدا تنفذ معاهم، مش هت ايه؟ مش هتبدا تنفذ. لكن تنفذ في الشارع ترسخ عنده هذه المهاره. اي مهاره اتعلمت اي حاجه من غير ما تطبقها، فاي مهاره الدورات بتدي مهاره. فهدفنا اننا ناخد العلم ده ونحاول نطبق فعلا وندير، ناخد تجربة عملية ان شاء الله بحيث اننا ايه ننفذ بيها ونكتسب مهارة حسن ادارة الايه؟ الحياة. لان الوقت هو الايه؟ هو الحياة. طيب ايه ده بقى عندنا؟ الجوانب الاساسية في حياة الانسان. ايه الجوانب الاساسية في حياة الانسان؟ انت عايز تدير ايه؟ إن لربك عليك حقا وإن إيه الجوانب بقى؟ عيد معايا كده. لو هتحط خطة الحياة وفي واجبات عليك من إيه؟ من كذا جانب. عايز تنفذ حقوق وواجبات في كم جانب؟ امسك كده مع بعض. من خط كويس. أنت كمل تصوير. وعليكم السلام. جوانب مهمة، جوانب خلص؟ مسامع جوانب. تفصيلية. أنت عايز تدير إيه؟ الجوانب الأساسية في حياة الإنسان. جوانب. الأساسية في الحياة. أقول لكم الأول جانب. الجانب الروحي. مع الله سبحانه وتعالى. أنت عليك كده؟ صح؟ وفي حاجة وقتك وقتك 24 ساعة دول هيروحوا فين؟ هذه جوانب. تمام؟ أول جانب جانب الروحي. عبادة والصلة بالله سبحانه وتعالى. قولوا أنتوا كمان، إيه بقى الجانب التاني؟ العقل لسه تقيل، ها؟ البدن صحيح، جانب البدن والجسد، نعم. جانب البدن، إن البدن يفعل لك حقا، جسمك احتياجات، عايز ياكل ويشرب في وقت هيتصرف، ها؟ عايز يرتاح 10 ساعات نوم، عايزين تدفع على 3 تمانيات، هي 3 تمانيات، 8 نوم، 8 دراسة أو عمل، 8 تانيين هنعمل كل ده. ده آخر كده يعني. 8 3 8 و 24. وبيوزعهم على 8 كده شغلانين. بيوزع ممكن. ده احنا فعلا ده شغلنا الشاغل كلنا كبار وصغار. إذا نجحنا في طارق هذه ال 24 ساعة. رب عمر طالت آماده قلت أمداده. يعني ايه؟ مفيش فايدة منها. طالت آماده 21 سنة. قلت أمداده، المدد اللي فيه الرباني والبركة اللي فيه قليلة. رب عمر قصرت آماده. قصرت قصرت وكثرت أمداده ببركة عمره. يتحرك ويأثر ويتعلم يكسب ويأثر في الناس. في حد فاكر حد زي كده؟ في حد كتير. نعم؟ كتير. مين مثلا؟ عندنا أسماء كده نستبارك فيها. يعني استشهد الإمام حسن البنا مثلا. عاش كم سنة؟ حاجة و 30 سنة. 42 سنة. 42 سنة. 1906 توفي 29 49. يعني 42 سنة. كملش. نفس أسامة بن زيد فتح.
انت